السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ومعاكم فيديو جديد من قناة فكرة وشغل ومعلومة. كان عندي سلوبيت قديم كده، لكن قماشته حلوة ولونه حلو زي ما انتم شايفين كده، فقررت ان انا اعمل له اعادة تدوير سهلة وبسيطة، وازاي ان انا هستغل الجزء اللي فوق من السلوبيت وطبعا الجزء اللي تحت. هنشوف مع بعض طريقة بجد حلوة جدا وسهلة في اعادة تدوير سلوبيت قديم عندك. يا رب الفكرة بجد تعجبكم، بس يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو عشان تشجعوني وتدعموني لعمل مزيد ان شاء الله من الفيديوهات على قناة فكرة وشغلة ومعلومة.